بسم الله الرحمن الرحيم. سيد مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الرباط سهل القنيطرة، الدكتور حسن جباح المحترم، السيدة رئيسة مؤسسة بن رشد للدراسات والأبحاث المحترمة، السيد منسق الندوة فضيلة الأخ العزيز الأستاذ الدكتور عبد الإله مطيع، الرجل الذي فطر على التربية والتعليم وحب الخير لأبناء وطنه. أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، أحييكم بأحسن تحية، أنتم أهل لها. في البداية أود أن أهنئ اللجنة المنظمة على اختيارها الموفق لهذا الموضوع الهام الذي يواكب النظريات الجديدة في مجال التربية والتعليم. موضوع المهنة الذي يشكل محور هذه الندوة التفاعلية يرتبط أساساً بمستقبل المتعلم ورجل التعليم على حد سواء، ويواكب معضلة تواجه العالم اليوم، ألا وهي معضلة التشغيل، الذي تعد المهننة أحد مداخله الأساسية. إن التعليم صناعة وفن معا، وعلينا أن نطور مناهجنا باستمرار وأن نبحث عن أجود الطرق وأنجع السبل لجعل التعليم يسهم بفعالية في إسعاد الإنسان وازدهار العمران. لقد ارتبط التعليم في الحضارة الإسلامية بالتربية ومكارم الأخلاق والقيم العالية، وما زال اسم وزارتنا يجمع بين التربية والتعليم إلى اليوم. وواجب الوقت يقتضي أكثر من أي وقت مضى أن نضيف إلى التربية والتعليم مهمة المهنة التي هي صناعة وملكة تتجه إلى بناء شخصية المتعلم. لقد بحثت في تراثنا الإسلامي عن مصطلح يقابل مصطلح المهنة التي تتحدثون عنها في هذا اللقاء العلمي المهني المتميز الذي تتكامل فيه التخصصات ووجهات النظر. فوجدت ابن خلدون في مقدمته ذائعة الصيت يعتبر العلم من جملة الصناعات التي تلازم العمران البشري، وهذه الصناعة النظرية هي ضرب من المهننة، هي من أسباب تقدم الأمم التي يطلق عليها ابن خلدون مصطلح العمران. الموضوع الذي أود أن أشارككم به يتجه أساساً إلى جانب مهم ترتكز عليه المهننة ومنظومة التربية والتعليم، لأن الغاية من المهننة أن نضمن تحقيق وجود شخصية المتعلم في واقعه المعيش مؤثراً وموجهاً. وهذا المتعلم ليس آلة لتحصيل العلوم، بل هو كائن يتفاعل مع واقعه ومحيطه بشكل إيجابي ويؤثر فيه ويتأثر به. وهذا يقتضي أن نعمل على تكوين الإنسان على قيم التضامن والبناء الجماعي. إن الحديث عن المهنة بدون قيم إيمانية يخل بشرط إسعاد الإنسانية وبناء العمران البشري على قواعد روحية راسخة تحقق مبدأ الاتباع والوفاء للسلف ومبدأ الانتفاع. إن وظيفة الدين الأساسية هي العناية بالإنسان وهدايته إلى ما فيه صلاحه في جميع أحواله، وتكريمه على الدوام، وجعله مواطن صالحا لأمته ووطنه وللبشرية جمعا، بحيث لا يكون منه شر تجاه أحد من الناس. وهذه القيم الإيمانية السامية أساسها العقيدة الإسلامية الجامعة التي هي أصل العلوم الشرعية
وإليها ترد هوية الأمة. لقد اعتنى علماؤنا بأمور العقيدة وتبسيطها وتقريبها للنشأ، وذلك من أجل تكوين جيل قوي بإيمانه يعتز بهويته الدينية والوطنية. كما تعلمون أيتها الفضليات، أيها الفاضل، فإن المغرب تميز عبر تاريخه الحافل بثوابت دينية حافظت على وحدته واستقراره منذ أن استقر الإسلام بهذا البلد الأمين، وتلكم الثوابت الراسخة هي العقيدة الأشعرية السنية والمذهب المالكي والتصوف وإمارة المؤمنين. وفي ظل هذه الثوابت الدين وفي ظل هذه الثوابت الدينية الراسخة تعايش أهل المغرب مع غيرهم من أتباع الأديان الأخرى ومع مختلف الشعوب والأمم، وكانوا مثالا ساميا للتسامح الديني والتعايش السلمي. أشير في هذا الحيز الزمني الضيق إلى بعض المميزات التي ميزت العقيدة الأشعرية السنية التي كانت وما زالت أساس تماسك المجتمع المغربي وضمان استقراره وازدهاره. لقد عرف المغاربة قدر الإمام أبي الحسن الأشعري المتوفى سنة 324 ومكانته العلمية وأمانته في الحفاظ على عقائد أهل السنة، فأقبلوا على دراسة عقيدته وتدريسها وتفننوا في شرحها ونظمها، فكانت وما زالت هذه العقيدة السنية حاضرة بقوة في عقل الأمة ووجدانها وضميرها. ويكفي أن أشير إلى أن في الخزانة الحسنية وحدها حوالي 1400 مخطوط خاص بالعقيدة الأشعرية، وهذا الكم الهائل من المخطوطات يدل على عناية ملوك المغرب وعلمائه بالعقيدة الأشعرية السنية. وفي سياق التفاعل مع العقيدة الأشعرية يقول القاضي عياض رحمه الله، وهو أحد أعلام المدرسة الأشعرية الأوفياء لمنهجها الوسطي، يقول في ترجمته للإمام الأشعري: فكذلك أبو الحسن فأهل المشرق والمغرب بحججه يحتجون وعلى منهاجه يذهبون، وقد أثنى عليه غير واحد منهم وأثنوا على مذهبه وطريقته، وصنف لأهل السنة التصانيف وأقام الحجج على إثبات السنة وما نفاه أهل البدع من صفات الله تعالى ورؤيته وقدم كلامه وقدرته، فأقام الحجج الواضحة عليها من الكتاب والدلائل من الكتاب والسنة والدلائل الواضحة ودفع الشبه المبتدعة. لقد أسهمت العقيدة الأشعرية السنية في جمع كلمة المسلمين عقديا وتوحيد تصوراتهم عمليا بوصفها منهجا توفيقيا متجددا، كان ولا يزال الإطار المنهجي الأمثل لتدبير الاختلالات أو الاختلافات العقدية تدبيرا عقلانيا يستجيب لتطلعات الأمة الإسلامية العظيمة، ومن ثم الإجابة عن كثير من التساؤلات العقدية التي تواجه المسلمين اليوم، وفي مقدمتها خطر التكفير والإرهاب والغلو والتطرف. وأهم ما يميز العقيدة الأشعرية السنية أنها عقيدة أنها أسهمت في حفظ وحدة الأمة المغربية على منهج أهل السنة والجماعة، وهي أساس إمارة المؤمنين التي من وظائفها حفظ الملة والدين. ومن أهم مميزات العقيدة الأشعرية السنية أيضا أنها عقيدة لا تكفر المسلمين لمجرد وقوعهم في بعض المعاصي كما فعلت تيارات عقدية أخرى تبنت أفكارها بعض الجماعات الدينية المتطرفة اليوم. وقد عظم على علماء العقيدة الأشعرية إطلاق لفظ الكفر على المسلم لاقتناعهم الشديد بحرمة ذلك شرعا، ولما يترتب عن هذا الوصف المنكر من نتائج وأحكام فقهية خطيرة تمتد إلى حياة الشخص المكفر وماله وعرضه. ويذكر ابن عساكر الدمشقي رحمه الله أن آخر كلمة مات عليها الإمام الأشعري رحمه الله قال:
يقول الإمام الأشعري لأحد جلسائه: اشهد علي، اشهد علي أني لا أكفر أحدا من أهل هذه القبلة، لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد، وإنما هذا كله اختلاف العبارات. وقد أعلن الإمام الأشعري أن الإيمان هو التصديق بالله، وهذا المعنى أفاده الوضع اللغوي الذي يأخذ عند الإمام الأشعري مدلوله من إجماع أهل اللغة. ومن وراء هذا التحديد اللغوي مقاصد عقدية تتمثل أساساً في اعتبار العاصم من أهل القبلة مؤمناً بإيمانه، فاسقاً بفسقه وكبيرته، مخالفة للطيار الاعتزالي الذي جعله في منزلة بين المنزلتين، وضد الطيار الخارجي الذي قضى بتكفيره. ويتفرع على هذا الأصل حكمان شرعيان: الأول أن مرتكب الكبيرة من المسلمين مؤمن وليس بكافر كما يقول الخوارج. الثاني أنه ليس ثمة منزلة بين الإيمان والكفر، إذ لو كان الفاسق لا مؤمنا ولا كافرا لم يكن منه كفر ولا إيمان، ولكن لا موحدا ولا ملحدا ولا ولي ولا عدو، فلما استحال ذلك استحال أن يكون الفاسق لا مؤمنا ولا كافرا كما قالت المعتزلة. خلاصة القول: إن أهل السنة الأشاعرة متفقون جميعهم على عدم تكفير المسلم بذنب يرتكبه كيفما كان طبيعة هذا الذنب كبيرا كان أو صغيرا، وأن المسلم يظل يحتفظ بانتمائه للإسلام فتثبت له جميع الحقوق التي تمتع بها عامة المسلمين. إن الإمام أبا الحسن الأشعري باعتباره رائدا روحيا لجمهور المسلمين اليوم في معالجته لظاهرة تكفير المسلم ينطلق من مبدأ الوسطية والاعتدال، وهذا المنهج الذي صار عليه الإمام يظهر عنده في تقريب جميع قضايا الاعتقاد، وليست قضية التكفير إلا واحدة منها كما ألمحنا إلى ذلك. وهذا كله يجعل العقيدة الأشعرية السنية إطارا مهما للتسامح الديني، وهي بمضمونها الإنساني تنفع الأمة أجل النفع. وهذا والعقيدة الأشعرية السنية هي أولا وأخيرا أساس المهننة، لأنها بنزعتها التسامحية تسهم في صناعة الإنسان المغربي، كما تجعله قوي الشخصية وتؤهله لأن يكون مواطنا صالحا يحب الخير لأمته ووطنه، مؤمنا بقيم التضامن التي فطر عليها أهلنا وقومنا. وبعد، أيها السادة الأفاضل، أيتها السيدات الفضليات، إن التعليم رسالة سامية قبل أن يكون مهنة، وبقدر إيماننا بهذه الرسالة السامية نكون جميعا مصدر خير ونماء لأمتنا ووطننا العزيز المغرب تحت القيادة الحكيمة لمولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.